روايات أهل البيت صريحة في ذلك، سلموا على آل محمد بعد السلام على رسول الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. وهذا سلام مختصر، وإلا فإن في الروايات هناك تفصيل في السلام عليهم وبأسمائهم صلوات الله عليهم، موجود في رواياتنا في روايات العترة الطاهرة، لكن المراجع ذوقهم شافعي، لذلك علموكم الصلاة وفقا للذوق الشافعي. تسلمون على رسول الله وما تستعون تسلمون على أنفسكم. السلام علينا، هو يا البنا قيمت إنعال مقطع عتيك بالقياس إلى آل محمد. المراجع وأنا وأنتم، من فينا قيمته هكذا حتى نسلم على أنفسنا؟ الإمام الحجة يسلم على نفسه في نفس هذه الزيارة في المقدمة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وجنابي أيضا يسلم على نفسه بنفس الصيغة من دون أن أسلم على إمام زماني. يا صلاة يا بطيخ، تضحكون على أنفسكم.